احنا معانا برضو بقى صاحب القصة يوسف نفسه. يا يوسف ازيك؟ يوسف الو الو يا يوسف ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ بتحب الكورة شكلك قوي. ايوه. طيب انا عايز اعرف بقى، لما نادي مصر المقاصة كلمك وقال لك انت هتبقى معانا في الفريق، احساسك كان عامل ايه؟ فرحان. وايه كمان؟ وبشكر الناس. طيب يوسف، يعني الصوره اللي انتشرت لك على السوشيال ميديا ان انت كنت واقف بتتفرج على الاطفال اللي بتتمرن على كره القدم من ورا سور النادي، كنت بتقلدهم في الحركات، انت فعلا كنت بتحب قوي كره القدم وكان نفسك ان انت تبقى في فريق كوره؟ ايوه. طب انا عايز اسمع صوتك. ايوه. وايه كمان؟ نفسي ابقى زي محمد صلاح. نفسك تبقى زي محمد صلاح؟ ايوه. طب انت ايه اكتر فريق بتحب تتفرج عليه وتتابعه؟ الاهلي. الاهلي. نفسك تلعب في فريق الاهلي؟ انا بتفرج على الاهلي بس نفسي العب في مصر المقاصة. طيب قبل ما تنضم لنادي مصر المقاصة يا يوسف، انت كنت بتلعب كورة مع اصحابك؟ كنت بتتمرن على الكورة لوحدك؟ كنت بلعب في بطولة مع أصحابي. وكان أهلك كانوا بيشجعوك؟ كانوا حاسين إن أنت بتلعب كويس وكان نفسهم إن أنت تنضم لنادي زي نادي مصر المقاصة، نادي كبير؟ ما كانوش يعرفوا. محدش كان يعرف. طب هما بقى اتفاجئوا لما لقوا النادي بيكلمك وبيتواصلوا مع أهلك؟ أيوه. وبيعملوا إيه دلوقتي؟ بيشجعوك إزاي؟ مبسوطين وبيشجعوك. وانت ملتزم في التمرين وبتتمرن مع زمايلك في الفريق؟ ايوه. طيب عايز اعرف منك الكابتن اللي بيمرنك بيشجعك ازاي؟ برضو النادي، رئيس النادي بيشجعوك دايما وبيحاولوا ان هم يخلوك احسن في كرة القدم؟ ايوه. وايه كمان؟ طيب بيشجعونا وبيخلونا احسن. انت مبسوط دلوقتي؟ ايوه. ماشي، نشكرك جدا يا يوسف وبالتوفيق، وان شاء الله تبقى زي محمد صلاح كده ونتفرج عليك في الفرق الانديه العالميه باذن الله. نموذج ايجابي زي يوسف ونموذج ايجابي اكتر زي الصحفي سهل عبد الرحمن، ان هو يلقط صوره ايجابيه ينشرها على السوشيال ميديا، الناس تتفاعل معاها، يحاولوا يقدموا مبادرات مساعدات. كمان المسؤوليه المجتمعيه زي نادي مصر المقاصه، نادي ام بي زي ما الصحفي علي قال، ان هم يحاولوا يساعدوا الناس اللي عندهم حلم حقيقي ونفسهم يحققوه.